معلم. اتفضل يا سيدي المعلمين. انا معلم ضاحي بجد. انت ضاحي؟ ايوه ضاحي اللي جالك من طرف ياسين. ولا يوسف؟ والله العظيم ضاحي. امال مين يوسف ده؟ انت مباحث ياض؟ مباحث ايه بس يا معلم؟ دي بطاقه مضروبه كنت بعمل بيها مصلحه. طب كلم ياسين اساله. كلم ياسين. هكلمه بس الكلام لو ما عجبنيش. والله العظيم هيعجبك. اتفضل يا معلم. طب حضرتك يعني انا مشغول. مين اللي بعتك؟ بعت فين يا مؤمن؟ ما تخلينيش ازعل. مين اللي بعتك؟ طب معلش جرب مره كمان هتلاقيه في الحمام ولا حاجه. طب معلش 5 دقايق كده وارجع اكلمك. هي حكايه ولا ايه؟ على اقول حتى ما تشوف على ايه؟ انا ضاحي يا معلم والله العظيم ضاحي يا معلم. كلمه تاني. طيب